اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة. تحيا مصر، تحيا مصر. شرف. كل مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده مليارات الجنيهات محطوطة فيه. الثلاثون من يونيو، مصر تبعث من جديد. اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة. أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم. ثانيه